ننتقل الآن مع حضراتكم لنقل وقائع المؤتمر الصحفي الذي يعقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الرئيس ماكرون يعقد المؤتمر على هامش أعمال القمة، فإلى هناك. لكي نميز هذه الدول يجب أن نقوم بتحضير بعض من الغرف المغلقة كما نقول لكي نجهز هذه الدول سواء بالتمويل من خلال البنوك متعددة الجنسيات. إنه عمل والذي قمنا بالاتفاق عليه سويا على المستوى العالمي والدولي. إذن الأجندة بصورة مجملة لدينا قمنا بإعدادها في مؤتمر باريس من قبل لكي نستطيع أن نسير إلى الأمام ومساعدة الدول الفقيرة لكي تتجاوز هذه التغيرات المناخية وأثارها السيئة عليها. نحن نسمع الكثير من الخطابات والأحاديث، لكن أؤكد لكم المساحة الوحيدة التي يجب علينا أن نعرفها اليوم هي العمل. يجب أن نطبق كل ما اتفقنا عليه. يوجد التزامات أساسية للتمويل، وهذه الالتزامات يجب أن نلتزم بها جميعا ونفعلها ونتقدم من في اتجاه تحالفات. وكما تعرفون الكثير، نحن تقدمنا كثيرا في هذا المجال وقمنا بالعديد من الخطوات الهامة. وأطلقنا في باريس العديد من المشروعات الهامة والضرورية من أجل أن نتقدم للأمام. قمنا بإطلاق بعدة طرق مختلفة. نحن طرحنا مبادرات تمويلية تتجاوز 19 مليار دولار. هذه الالتزامات من الدول الغنية والدول المتقدمة. وأقول لكم أن في السنوات القادمة سنستطيع أن ننفذ كل ما التزمنا به. C'est des projets qui étaient déjà en train de maturer, qu'on a pu accélérer. On a, lors de la réunion de tout à l'heure, consolidé la partie oriente, enfin, qu'est-ce qu'il dit, est et sud, avec la présidente tanzanienne qui a mené avec une dizaine d'États une initiative pour la Grande Muraille Verte. Il y a des milliers de pays ou des centaines de pays qui ont mis en place des mesures avec les différents bailleurs pour avancer. وأؤكد لكم أننا نعمل سويا على تنفيذ هذه المبادرات. Ces zones très sensibles du globe, qui sont souvent forêts primaires, tourbières, etc., qui représentent 14% selon les experts de la surface terrestre, qui représentent 75% des réserves de carbone qu'on dit irrécupérables. C'est-à-dire si ça venait à brûler ou à être supprimé, ça libère le carbone qui a été d'abord contenu et surtout c'est du carbone qu'on ne peut plus rattraper. Donc c'est un drame. إنها تعتبر دراما رهيبة أن نتنفس هذه النسبة الكبيرة جدا من الكربون. وأقول لكم مرة أخرى أن نسبة للمحافظة على النظام البيئي
إذن إن التنوع البيئي هو شيء ضروري جدا ويجب أن نحافظ عليهم. حتى الآن لدينا الكثير من الآليات التي نستطيع أن نقوم بها، وعلينا أن نحافظ على تخفيض نسب الكربون. نحن التزمنا منذ قليل وهذا الصباح مع جميع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والرؤساء لكي ونجد الأموال اللازمة والمؤسسات الدولية. وأقول لكم أن كولومبيا والفلبين ورواندا وقد التزموا فعلا بهذه الخطوات المهمة. لذا يجب علينا أن نعرف ونحدد احتياجاتنا والتزاماتنا والخطوات التي يجب أن نسير عليها والمنهجية التي يجب أن نحافظ بها على التنوع البيئي. إنها نقطة هامة جدا. نحن لدينا موعد سوف يكون في ليبرفيل في بداية 2023، ولدينا مبادرتان مهمتان جدا لكي نستطيع، وسمحت لنا أيضا هذه الاتفاقات أن نتقدم إلى الأمام. نوجد نقطة هامة جدا فيما يخص، وهي النقطة الثالثة التي تخص التمويل الخاص بالمشروعات الجديدة. سيدي الرئيس، فيما يخص تحدثتم عن النظم المبتكرة للتمويل، هل يوجد نقطة لكي نستطيع ننطلق منها؟ هل نحن قادرون على ذلك؟ هل نحن قادرون على مواجهة هذه التحديات المناخية؟ أؤكد لكم أن نحن نرى جميع الصعوبات التي نواجهها على أجندة العمل، أو على أنه يوجد الكثير من المشاكل الخاصة يوجد العديد من الجوانب التي تخص الإنسانية والتي تمس المتأثرة تماما بالمناخ. نحن لدينا العديد من المشاكل كما تعرفون، فبعد كما قلت بدأت هذه المشاكل والصعوبات التي نواجهها منذ جائحة كورونا. وأقول لكم أننا بعد ذلك يوجد لدينا عاملان أساسيين. الأول، نحن نعاني الآن الصدمة المناخية ونتائج الحرب الآن التي نعيشها. هذا يفرض علينا صدمة تمويلية. لذلك أؤكد لكم أن الخسائر التي حدثت بسبب هذه الأحداث كانت كبيرة جدا. لذا كان نتيجة المباحثات التي قمنا بها منذ هذا الصباح، نحن نحتاج إلى الكثير من أو الأكثر تمويل أكثر لكي نستطيع أن نحل جميع المشاكل. وهذه هي الخطوة الأولى. وأؤكد لكم هذه الصدمة المناخية التي عشنا منها، وأقول لكم أننا أيضا نعمل على الأقل أن نحقق 20% من مما اتفقنا عليه أو مما يلزم عمله. وأؤكد لكم أنه نحن لسنا فقط الذين نعاني، فالآخرون أيضا يعانون من هذه المشاكل التي تحدث على مستوى العالم. وأؤكد لكم أيضا أننا يجب لكي ننتقل من المرحلة الأولى التي تصل إلى 20% إلى 30%، إذن يجب أيضا أن نضيف طرق تمويل أخرى. نحن تحدثنا مع البنك الدولي لكي نستطيع أن نقوم بتخصيص الأموال أكثر. ويوجد أيضا المشاكل أو النقاط الفنية الخاصة بالإجراءات التي سنقوم بها. أؤكد لكم أننا يجب أن نحتفظ بهذا البرنامج ونقوم ب تمويل ضخ الأموال اللازمة. وأؤكد لكم أيضا أنه يوجد نحن يجب علينا أيضا أن ندعم القطاع الخاص وخاصة في التمويل، لأنه يلعب دور جيد جدا معنا ونقدم له الضمانات اللازمة، فهو في قلب هذه الخطة. إذن يجب أن نأخذ أيضا في الاعتبار أنه إن لم نتحرك الآن فنحن سنواجه هشاشة مناخية أكبر. إذن لدينا الكثير من الشركاء الدوليين لكي ينخرطوا معنا في هذه الخطوات من هنا إلى شهر مارس وشهر إبريل.
Thank you, Your Excellency.